من تونس. الأخبار. أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم. هذه الإذاعة الوطنية التونسية، ومن أن نحييكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام ونقدم لكم نشرة الأخبار. في هذه النشرة، عدد الوفيات بفيروس كورونا في بلادنا يقترب من 5000، ووزارة الصحة تؤكد أن الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة. وزارة التربية تؤكد أن قرار إغلاق المؤسسات التربوية أو إيقاف الدروس لا يتخذ بشكل أحادي، وإنما يكون باقتراح من اللجان الجهوية. رئيس الحكومة يقرر إعفاء وزير الداخلية من مهامه. وفي العالم، السعودية تبرم أمس اتفاقا للمصالحة مع قطر بعد 3 سنوات من المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. رقم قياسي سجلته بلادنا في عدد الوفيات بفيروس كورونا، بلغ يوم الرابع من جانفي الجاري 72 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 4935 حالة وفاة، كما تم في التاريخ نفسه تسجيل 2265 إصابة جديدة بالفيروس. أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي لدى إشرافه أمس على اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا أن بعض الولايات شهدت نوعا من الانفلاتات تسببت في ارتفاع نسق العدوى وساهمت في التأثير على قدرات الدولة في التحكم في مسار العدوى، مما ينعكس سلبا بمزيد الضغط على الهياكل الاستشفائية. وفي ندوة صحفية عقدت في أعقاب الاجتماع، وصف وزير الصحة فوزي مهدي سرعة انتشار العدوى بالمرتفعة، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لكسر حلقة العدوى. وزير الصحة أضاف من جهة أخرى أن العمل مكثف حاليا لإجراء التلقيح في أقرب الآجال الممكنة. عملنا مكثف حاليا على إجراء التلقيح في أقرب الأجال الممكن، وضعنا استراتيجية واضحة في هذا المجال تهدف إلى التقليص في الحالات المرضية الخطيرة في عدد الوفيات، المحافظة على قدراتنا الاستشفائية وحماية إداراتنا الصحية العاملة في مؤسساتنا الصحية العمومية والخاصة، والتقليص بالتداعيات النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء. كميات التلقيح في ذلك المجال عندنا 2 مليون جرعة للفيروس فاكسان ايرن، ونحن في مفاوضات كثيفة مع عديد من المخابر للحصول على كميات إضافية في أفضل الأجل، والهدف بتاعنا هو تلقيح 50% من المواطنين التونسيين. وأوضح وزير الصحة فوزي مهدي أنه تم في هذا الإطار إحداث لجنة قيادة للحملة الوطنية للتلقيح، وإحداث وحدة مجهزة بالمعدات والموارد البشرية، إضافة إلى تكوين لجان جهوية يشرف عليها الولاة. تم احداث لجنه قياده للحمله الوطنيه للتلقيح، كذلك وحده عملياتيه تم تخصيص الفضاءات تاعها، تسجيل المعدات وتكليف الادارات اللي باش تعمل فيها. وبصفه موازيه يتم تكوين لجان جهويه، تم اقرار احداث مركز جهوي في كل ولايه يعمل كامل ايام الاسبوع عند توفر التلقيح طبعا، وكذلك مركز في كل معتمديه يعمل خلال نهايه الاسبوع حوالي 300 مركز. كما اتخذنا اجراءات خاصه بالنسبه لاقامه المسنين والعاملين عليهم، مش يقولهم هذوم، كذلك المساجين والقائمين عليهم، قدرات الصحه باش يتم تلقيحهم في المؤسسات الصحيه العموميه، كذلك باش نكونوا عاملين فرق متنقله بالنسبه للجهات. قاعدين نطور في منظومه اسمها إيباكس، معلوماتيه رقميه تكفل بكل مراحل التلقيح من تسجيل المواطنين الراغبين، تسجيل المتطوعين، متابعة عملية التلقيح. ومن جهته، أكد وزير التربية فتحي سلاوتي أن الوضع الوبائي بالمؤسسة التربوية يعتبر تحت السيطرة، وعليه العمل داخلها دون أي إشكال أو مخاطر كبيرة من انتشار العدوى بفيروس كورونا، وأن أي تغيير يطرأ تعلنه وزارة التربية في الإبان.
وشدد على أن اللجنة الوطنية لمجابهة كوفيد 19 ارتأت أنه لا ضرورة لإيقاف الدروس في صفاقس وفي سيدي بوزيد. نحن طبعا على مستوى الوزارة بصدد تقييم الثلاثية الأولى، ثم مع شركائنا الاجتماعيين غدوة ويوم العشية يقع التقييم، وربما نراجع بعض الحاجات في الاتجاه من حسن الوضع والتفاعل. بالنسبة لصفاقس نحب نأكد أنه لم يقع تأجيل العودة المدرسية لا في صفاقس ولا في سيدي بوزيد ولا في غيرها من المناطق. واليوم بعد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد 19 اقتنعنا أنه لا ضرورة لاتخاذ مثل هذا الموقف. علاش؟ مانيش متأكدين أنه بعد جمعة الوضعية مش تكون خير، دونك خلينا نستغلوا أكثر ما يمكن هالفترات اللي تمكننا من أنه يتواصل المرفق التربوي. وأفادت وزارة التربية في بيان أصدرته مساء أمس أن قرار إغلاق المؤسسة التربوية أو إيقاف الدروس لا يتخذ بشكل أحادي، وإنما يكون باقتراح من اللجان الجهوية، وتتخذه الوزارة بعد التشاور مع اللجنة العلمية ووزارة الصحة. وأكدت الوزارة أنها لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لسلامة الجميع كلما دعت الحاجة لذلك. ويشار إلى أن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والفرعين الجامعيين للتعليم الثانوي والتعليم الأساسي أقر تعليق الدروس بجميع المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد في الجهة بقية أيام الأسبوع الجاري على أن تستأنف يوم الاثنين القادم. وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل طالبت بضرورة فرض الحجر الصحي الشامل انطلاقا من الجهات التي تشهد وضعا صحيا خطيرا بسبب تفشي مرض كوفيد 19 وتعميمه متى استوجب الأمر ذلك. تنطلق اليوم بولاية أريانا حملات رقابة أمنية وصحية بكافة الفضاءات العمومية بالجهة بعد رصد مستوى عال للإصابة بفيروس كورونا بعدد من المناطق. يأتي ذلك بالتوازي مع انطلاق حملات التقصي للفيروس. المدير الجهوي للصحة بولاية أريانا عطيب شلوف ومزيد من التفاصيل. نبدأ بمنطقة سكرة في شرقية 2-3 أيام هذوما في الأسبوع هذا، ثم الأسبوع القادم باش تكون 3 أيام في معتمدية عرويت وأريانا، وبعدها كيف كيف برزنامة كاملة معمولة لتغطية كافة معتمديات جهة أريانا في حملات تقصي سريع. منذ بداية الأسبوع هذا الأشغال جارية لتركيز 20 سرير إنعاش بمركز الطبي للطوارئ بالمنزح لتمكين أو تقريب خدمات الإنعاش من مصابي كورونا في جهة أريانا وفي إقليم تونس الكبرى بصفة عامة. في نفس الإطار تم تركيز 6 أسرة أكسجين في منطقة قلعة لندلس بالتعاون مع بلدية المكان والمجتمع المدني بالمكان، وكذلك تم تهيئة 8 أسرة بمستشفى التضامن وحوالي 16 سرير بمستشفى الماتري اللي هم حاضرين سوفورم دو ريزيرف إذا استحقنا. تطلق منظمة الإغاثة الإسلامية بتونس بالشراكة مع وزارة التربية بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام حملة دفني بولاية جندوبة والكاف والقصرين لتشمل 17 مؤسسة تربوية حدودية ومبيتات. منسق المشاريع بالمنظمة ومدير حملة دفني وليد بن حميدة. حملة دفيني هي حملة موسمية سنوية تتم بالتنسيق مع وزارة التربية في نسختها الخامسة. ميزانية الحملة السنة إن شاء الله بسكون ما يقارب 200,000 دينار. سيتم توزيع فيها يعني أغطية صوفية قرابة 370، سخانات ومكيفات ما يقارب 350، ألبسة شتوية للصغيرات. تستهدف الحملة هذه عدد من المدارس والمبيتات في كل من ولاية الكاف والقصرين وجندوبة، والهدف العام تاع الحملة هذه هي مجابهة موجة البرد في هذه المناطق المعروفة قساوة شتاء. باش تمتد الحملة على مدى 3 أيام وسيكون الانطلاق بالكاف. القائمة الأولية اللي مددنا بها وزارة التربية هي 17 مدرسة و3 مبيتات، وننتظر انتظار يعني قائمة ثانوية باش يتم توزيع فيها في مناطق نائية. نوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي إعفاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه على أن يتولى رئيس الحكومة الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية جديد.
في أول استحقاق ضمن برنامج ترأس تونس مجلس الأمن الدولي الذي يتواصل على مدى شهر جانفي، يترأس رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء اجتماعا مفتوحا رفيع المستوى حول موضوع تحديات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشة. أعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية أمس تعليق النشاط الرياضي الأولمبي لوديع الجريء كرئيس للجامعة التونسية لكرة القدم وتجميده وحرمانه من كل اعتماد في علاقة بذلك النشاط لمدة 4 سنوات بداية من تاريخ صدور القرار، وذلك على خلفية شكاية من نادي هلال الشبة. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في أخبار العالم، السعودية تبرم أمس اتفاقا للمصالحة مع قطر بعد 3 سنوات من المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية. مصر ترسل وزير خارجيتها للمشاركة في قمة زعماء الدول الخليج العربية، بينما وصل وزير المالية القطري إلى القاهرة في زيارة نادرة. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يهنئ قطر بالتوصل إلى اتفاق للمصالحة مع السعودية لإنهاء الأزمة الخليجية. استشهاد فلسطيني برصاص شرطي إسرائيلي بزعم تنفيذه محاولة طعن عند تقاطع تجمع مستوطنات في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. الولايات المتحدة تسجل أمس وفاة أكثر من 3930 شخصا جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة في حصيلة يومية قياسية جديدة حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز. رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يقول إن الاتحاد الأوروبي قد يرخص باستخدام لقاح ثان ضد فيروس كورونا خلال الساعات المقبلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيلقي خطابا في واشنطن اليوم أمام أنصاره الذين دعاهم للتظاهر احتجاجا على جلسة سيعقدها الكونغرس للمصادقة رسميا على هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن أمس فرض عقوبات على 12 شركة إيرانية لتصنيع الصلب والمعادن ووكلاء مبيعات. 7:12 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا محمد رياض العماري وتلفزيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: عدد الوفيات بفيروس كورونا في بلادنا يقترب من 5000، ووزارة الصحة تؤكد أن الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة. وزارة التربية تؤكد أن قرار إغلاق المؤسسة التربوية أو إيقاف الدروس لا يتخذ بشكل أحادي، وإنما يكون باقتراح من اللجان الجهوية. رئيس الحكومة يقرر إعفاء وزير الداخلية من مهامه. وفي العالم، السعودية تبرم أمس اتفاقا للمصالحة مع قطر بعد 3 سنوات من المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حاتم بن عمارة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.